المره دي ان شاء الله هيكون تطبيق عملي للي شرحناه المره اللي فاتت. الفايلات اللي قدامكم دي الفايلات بتاعت الدرس ده. لا دلوقتي هنفتح الفوتوشوب بتاعنا. عايزكم تروحوا على اول، انا برتبهم بالترتيب على صوره رقم واحد. هناخدها، انا شرحت قبل كده ازاي نفتح صوره في الفوتوشوب ونعمل لها دراج ودروب. ممكن تعمل كليك يمين وتعمل لها اوبن بالفوتوشوب. طبعا تختار لو انت منزل كذا فيرجن من فوتوشوب تختار الفيرجن بتاعتك. اول ما بتعمل كده الصوره بتفتح. عايز افتح صوره كمان بحيث يبقى فيه صورتين مع بعض. بص كويس على صوره رقم 3. صوره رقم 3 بالظبط هي صوره رقم 4، بس الفرق في الاكستنشن. اكستنشن او بتاع اول واحده جي بيج، اللي بعدها بي ان جي او بينج. الفرق كبير قوي بين الاثنين، هوريكم الفرق يعني اثناء الشغل، بس انا عايزكم تبداوا حاليا برقم 3 اللي هي الجي بيج. رقم 3 الصوره هتلاحظوا فيه زخرفه باللون الاسود، وفي ارضيه لونها ابيض. في الصوره رقم 4 اللي هي البينج، هي تبدو ان هي زيها بالظبط، بس الحقيقه هي فيها زخرفه باللون الاسود والباك جراوند شفافه، بس هي مش هتبان هنا، هتبان في الفوتوشوب. حاليا خد رقم 3، ممكن تعمل عليها كليك يمين اوبن ويز فوتوشوب، او ان انت تمسكها تعمل دراج تروح على مكان الفوتوشوب. ما ترميهاش في نص الصوره دي، لو رميتها هنا هيتحول لحاجه سمارت اوبجكت هنشرحها بعدين، بس حاليا انا عايزك تطلع فوق خالص وتسيبها في الجزء ده، ما تسيبهاش في نص الصوره. هتلاقي في اطار ابيض ظهر حوالين الصوره، لا انا مش عايز ده يحصل، انا عايزك تطلع فوق خالص. هنا هيفتحها كصوره منفصله في تاب لوحده اهي، ده التاب اللي فيها الصوره دي وده التاب اللي جنبه اللي فيها الصوره الثانيه. دلوقتي احنا لاول مره هنتعلم ازاي ناخد صورتين ونحطهم فوق بعض ونبتدي بقى ندمجهم ونلعب فيهم وهكذا. في كذا طريقه لانك تاخد نسخه من الصوره وترميها على الصوره الثانيه، ان شاء الله هنقولهم كلهم مع بعض، بس خلينا نبدا يعني يمكن باسهل واحده، ان انت تروح على قائمه سيلكت تعمل اول. هنا انت اخترت كل اللي موجود قدامك في الدوكيمنت دي، اللي هي طبعا مفيش غير صوره واحده، الصوره كلها. هتلاقوا حوالين الاطار بتاع الصوره ابتدى في حاجه زي اطار كده، في نقط بتمشي. دي طريقه الفوتوشوب عشان اللي بيعبر بيها عن ان انت في حاجه سيلكتد، انت حاجه مختارها. ممكن بدل ما كنت انا دوست على اول، كل حاجه في الفوتوشوب في القوائم هو كاتب دايما الشورت كات جنبها. الموضوع ده مهم قوي، هيوفر وقت وبيفيد في حاجات كتير. بعد كده بروح على قائمه اديت، ادوس عليها واعمل كوبي، او اعمل كنترول سي اللي هي الاختصار المعتاد للكوبي. اعمل كليك عليها وبعد كده اروح على التاب بتاع الصوره الثانيه. اروح تاني على قائمه اديت واروح على بيست، او ادوس كنترول في برضو الاختصار المعتاد. شفتوا ايه اللي حصل؟ الصوره اتحطت. ارجع كده للصوره الاصليه على التاب الاولاني، بص الصوره كانت واخده ازاي مساحه الشكل كله. ارجع تاني للصوره بتاعتنا، الصوره كبرت وظهر جزء منها بس. ليه كده؟ الاول بصوا على الجزء العلمي بتاع اللاير بانل، هتلاحظوا ان الصورتين فعلا موجودين، الصوره القديمه تحت اهي موجوده الجزء ده، والصوره الثانيه فوقيها. هعمل كنترول ماينس عشان اعمل زوم اوت شويه. الصوره ظهر جزء منها بس، فين بقى بقيه الصوره او الجزء الثاني فين؟ وليه الكلام ده حصل؟ الكلام ده حصل عشان الصوره البيضه اكبر من الصوره الملونه اللي هي الباك جراوند بتاعتنا. طيب اعرف الفروقات الحجم منين؟ لو رحت على الصوره البيضاء وعملت دوست على علامه العين اللي قدامها، عملت كليك يمين هيحصل هايد وتظهر لي الصوره الاصليه. ارجع تاني علامه العين. لو انا عايز اتحكم في حجم الصوره دي زي ما شرحنا في الدرس اللي فات، اروح على اديت وبعدين فري ترانسفورم، او ادوس كنترول تي. كنترول تي ده على فكره يعني كوماند هنستخدمه كتير جدا بطريقه متكرره على طول استخدام الفوتوشوب، هتبقى حاجه تسهل لك جدا ان انت تحفظه، وكده كده انت هتحفظه ان شاء الله من كتر الشغل. اعمل كليك او ادوس كنترول تي. لما بتدوس كنترول تي على حاجه عشان تعمل لها فري ترانسفورم، يحط لك حدود حوالين اللير بتاعتك، ده يبين لك فرق الحجم ما بين الصوره دي وما بين الايمج اللي تحتها، يعني تقريبا هي اكتر من الضعف بشويه. دلوقتي انا عايزها تصغر عن كده، اروح على الجزء ده. لو دوست شيفت هيحافظ على البروبورشن او الابعاد بتاعت الصوره الاصليه بتاعتي. ممكن اعمل كده او ممكن اغير الابعاد، مفيش مشكله، يعني اشتغل بالطريقه اللي تريحك. انا شايف ان ممكن اغير الابعاد شويه، خلي حاجه زي كده
اوكي ادوس كنترول زيرو عشان تملى لي الشاشه. ممكن في اي وقت تقدر تعيد تغيير الحجم تاني بتاع الشكل زي ما انت عايز. ادوس مثلا هنا كنترول تي عليها، طالما انا معمل لها سيليكشن خلي بالك من الجزء ده، يبقى هي دي لما ادوس كنترول تي هي دي اللي ابعادها هتتغير. ممكن امسك هنا تاني واغيرها. في حاجه كمان عايز اوريها لكم، ان انت ممكن تغير الابعاد من فوق من هنا. قلنا المره اللي فاتت ان انت اي يعني الجزء ده بيعبر عن التول اللي انت بتستخدمها حاليا. حاليا انا بستخدم فري ترانسفورم، فظهرت لي بعض الاوبشن اللي هنا. هنا لو ممكن احط اي شكل من الجزء هنا، مثلا انا كبرت شويه وكبر هنا، لاحظ ان الارقام اللي فوق هنا بتتغير. ممكن اغير من هنا على طول، يعني ممكن ال 100% دي ادوس سهم لتحت، كل ما ادوس سهم لتحت بيصغر لي العرض، ارجع تاني ادوس سهم لفوق. ممكن لو عايز اغير البعد بطريقه سريعه، بدل ما ادوس دوسه واحده بس بالسهم لتحت، ادوس شيفت ومعاها السهم لتحت، بدل مكان بيعمل لي الشيفت ده بيخلي لي التصغير 10 اضعاف اني انا اعمل ادوس على السهم من غيرها. لو عايز ارجع تاني برضو شيفت وادوس على السهم لفوق. لاحظوا هنا علامة يعني رابط ما بين الطول والعرض، هنا بيخلي نسبة الطول والعرض واحدة، بحيث ان انا لو غيرت واحد هغير مثلا ال W ده اللي هي العرض، بيغير الاتنين مع بعض لان هو ربطهم مع بعض. بدوس علامة الصح، خلاص بيثبت لي التغيير ده.